بعد أن نجح المغرب في أن يصبح قطباً مصدراً للسيارات التقليدية بمعدل 700 ألف سيارة سنوياً، بات الرهان الحالي هو الدخول إلى نادي مصدري السيارات الكهربائية، خاصة بعد بلوغ قدرته الإنتاجية 40 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وذلك وفقاً للأرقام الرسمية. أنا بمسلم تري بون إيدي، هاد شي تيفرح ديجا لو فيت ان غيكون منتوج محلي، سافا دير طوموبيله مصنوعه في البلاد ديالنا واللي غادي نستعملوها وتزيد القدام اللي غنربحوا فيها بزاف ديال الحاجات، منها نحيدوا التلوث، منها الاقتصاد ديال الدوله تطلع باش نقولوا الطوموبيلات سافا غادي تصنعوا هنايا في البلاد، سافا غير اليد العامله غادي تطلع بزاف. انا بو موا تنشوف بان هذا الشيء غادي اسمام تبشر بالخير. واعلن المغرب خلال شهر سبتمبر المنقضي بدا تسويق سياره هجينه مصنوعه محليا بعد شهرين من التصنيع، وهي مركبه تجمع بين محرك للوقود ومحرك كهربائي بمدينه طنجه لاول مره في تاريخ البلاد، على ان يتم انتاج 200 سياره منها يوميا والتوجه الى التشجيع على استعمالها محليا للتخفيف من فاتوره استيراد النفط والانسجام مع السياسة البيئية للبلد التي تعتمد على التخفيض من انبعاثات الغازات السامة. اليوم كنظن بأن في المغرب خاصو حتى هو يتبع شنو واقع في العالم، سيكو خاصنا السيارات الكهربائية يوم ورا يوم خاصنا ناخدوها ونستعملوها، حيت تبقى من ناحية التلوث وخاصنا ندوزو لحاجة أخرى الطاقات الطبيعية. وثاني حاجة سيكو مام إيكونوميكمون بارلون، اليوم موجود الطاقة الشمسية، الموارد الأخرى بحال الغاز وبحال البترول بداو كينقصوا، دونك خاصنا اليوم نتجهوا نحو هذا المسار هذا ديال الطاقة الكهربائية اللي غترجع لنا بالمنفعة من ناحية التلوث والجو ومن ناحية الاقتصاد ديالنا. ويواجه قطاع السيارات الكهربائية بالمغرب صعوبات عديدة، أهمها المنافسة الشرسة التي يلقاها من المنتجين العالميين على غرار الصين وارتفاع كلفة الإنتاج، كما أن الاستهلاك الداخلي يعاني من نقص في توزيع محطات شحن هذا النوع من السيارات، على الرغم من انطلاق البلد في تركيز محطات شحن منذ أزيد من 4 سنوات. المستقبل في السيارات الكهربائية، هكذا يؤكد المغرب ويسعى لمواكبة هذا النوع من الصناعات أملاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتدعيم تصديره. عبلة مجبر، اليوم، المغرب.